بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جواهر آبائية من عظات القديس كيرلس الكبير في إنجيل لوقا. في لوقا 9 نبدأ حادثة التجلي بقول ربنا يسوع: أقول لكم من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. هل هو يقصد أن حياتهم ستمتد جدا حتى تصل إلى ذلك الوقت الذي سيأتي فيه من السماء في نهاية العالم؟ بيقول من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله وقد أتى بقوة. طيب، يبقى معنى كده يقصد الناس دي هتعيش لغاية المجيء التاني، ليمنح القديسين الملكوت المعد لهم. حتى هذا كان ممكنا عنده لأنه كلي القدرة، وليس هناك شيء غير ممكن أو صعب بالنسبة لإرادته الكلية القوة. ولكنه يقصد بملكوت الله رؤية المجد الذي سيظهر به عند ظهوره لسكان الأرض. يبقى هو ما كانش يقصد المجيء التاني في حد ذاته، يقصد المجد اللي هيجي بيه المسيح على السحاب هيظهره لتلاميذه في حياتهم. من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. مش الملكوت فعليا في المجيء التاني، لأن هما ما عاشوش لغاية كده لسه الملكوت، إنما هيطبقها إن الجملة دي كان يقصد بيها مجد التجلي، لأنه سيأتي بمجد الله الآب وليس في الحالة المتواضعة التي تمثل حالتنا. يعني هما تعودوا على منظر المسيح البسيط الابن الإنسان، لكن هو عاوز يوريهم مجده كابن الله الوحيد. لذلك كيف جعل أولئك الذين قد نالوا الموعد مشاهدين لأمر عجيب كهذا؟ إنه يصعد إلى الجبل آخذا معه 3 تلاميذ مختارين ويتغير إلى مثل هذا اللمعان الفائق والبهاء الإلهي، حتى أن ثيابه كانت تتألق بأشعة من نار بدت تضيء مثل البرق. وأكثر من ذلك، وقف موسى وإيليا إلى جوار يسوع وتكلم أحدهما مع الآخر عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، والذي يقصد به سر التدبير في الجسد وآلام الثمين على الصليب. يبقى الحوار اللي بين موسى وإيليا كان على تجسد المسيح وفدائه، صليبه وآلامه، لأنه حق أيضا أن شريعة موسى وكلمة الأنبياء القديسين أشارت مسبقا لسر المسيح. يعني موسى وإيليا كأنبياء انقادوا بالروح القدس، هم أدركوا بدرجة سر التجسد، سر المسيح. فالأول على موسى بواسطة أمثلة وظلال، موسى أكتر واحد إدى ظلال للتجسد، العوا الليقة بقى وتابوت العهد والقسط المن والشورية، وكل دي ظلال وأمثلة عن سر التجسد، راسما إياه كما لو كان في صورة. بينما الآخر اللي هو إيليا بطرق متنوعة معلنة قبل موعدها، كلاهما يفيد أنه في الوقت المناسب سيظهر في صورتنا. يعني إن كان موسى ولا إيليا ولا كل الأنبياء أدركوا أن المسيح سيأتي متجسدا في الصورة البشرية ولأجل خلاصنا وحياتنا كلنا، ويرضى أن يعاني الموت على الخشبة. لذلك فوقوف موسى وإيليا أمامه وكلاهما الواحد مع الآخر كان نوعا من الإشارة الرمزية تظهر بصورة رائعة ربنا يسوع المسيح، وله الشريعة والأنبياء كحارسين لجسده. يعني الأنبياء والشريعة بيشهدوا لسر التجسد، كل العهد القديم بيشاور على سر المسيح باعتباره رب الشريعة ورب الأنبياء، وكما أعلن عنه مسبقا فيهما بواسطة تلك الأمور التي سبق أن بشر بها باتفاق متبادل. يبقى كل دول أشاروا إلى الخلاص الآتي بالمخلص الذي هو ربنا وإلهنا مخلص يسوع. لأن كلمات الأنبياء ليست مختلفة مع تعليم الشريعة، وهذا هو ما أتخيل أن موسى الكهنوت العظيم، لأن عند موسى ابتدى بقى الكهنوت يتنظم في هارون، وإيليا العظيم في الأنبياء كان يتكلمان عنه أحدهما مع الآخر. فهو ضمنيا القديس كيرلس بيشاور على اتفاق كل الكتب، كتب الشريعة بتاعت التوراة موسى وكل كتب الأنبياء بتشاور على المسيح الآتي، وبتشرح ضمنيا الخلاص الآتي في المسيح. ولكن إلى جانب منظر مجد المسيح العجيب
والذي يفوق الوصف، حدث شيء آخر نافع وضروري لتثبيت إيمانهم به، ليس نافعا للتلاميذ فقط بل حتى لنا نحن أيضا، لأن صوتا أعطي من السحابة من فوق من الله الآب قائلا: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. وحينما كان الصوت وجد يسوع وحده. فهنا بيعلق بقى إيه بعد حكاية موسى وإيليا، عاوز يقول الآب نطق نطق هام جدا أن هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا، وبعد الصوت ده لم يروا إلا يسوع وحده كما يقول الكتاب. فماذا يقول المجادل والعاصي إذن لأمور لهذه الأمور؟ يعني بقى الضاد المسيح، أعداء التجسد، أعداء الطبيعة الوحدة للمسيح، دول بعد شهادة الأب يقولوا إيه لما قال على ابنه الوحيد: هذا وابني الحبيب له اسمعوا. ها هو موسى هناك، هل يأمر الآب الرسل القديسين أن يسمعوا له؟ يعني جت الرسالة من السماء اسمعوا لموسى، طب ما موسى ده مهم قوي عند اليهود مش كده؟ لكن صوت الآب بيقول اسمعوا للمسيح. لو كانت إرادته هي أنهم ينبغي أن يتبعوا وصايا موسى، شوف بقى جمال تعبيرات القديس كيرلس، عاوز يقول أن التجلي يؤكد نقلة العهد القديم للعهد الجديد، أن موسى ممثل العهد القديم هو نفسه بيتقدم بالخشوع أمام رئيس خلاصنا ربنا يسوع له المجد، رئيس الكهنة الأعظم، وبالتالي بيقول له اسمعوا، يبقى احنا نسمع كلام المسيح. لكان قد قال كما أظن: أطيع موسى. لو هو عاوزنا بس نتشبث بالناموس كان هيقول لنا إيه؟ يلا اسمعوا كلام موسى، احفظوا الناموس. ولكن ليس هذا هو ما قاله الله الآب هنا، بل في حضور موسى والأنبياء ممثلا عنهم إليه، فإنه يأمرهم بالحري أن يسمعوا للمسيح. بس بقى النقطة دي جميلة وتميز تعليم القديس كيرلس، أنه استخدم التجلي مش بس إثبات لطبيعة المسيح الواحدة لاهوت وناسوت، ولا أنه كمان في توافق كل كتب العهد القديم في الإشارة للمسيح الآتي، لكن كمان في الانتقال من الناموس بتاع موسى إلى شريعة العهد الجديد، إلى الخضوع للابن الكلمة له اسمعوا. يبقى هو ده إيه؟ ده الناموس الجديد، ده مشرع العهد الجديد. لكن لا يقلب أحد الحق، ويقول إن الآب طلب منهم أن يسمعوا لموسى. يبقى دعاة التهود اللي عاوزيننا نرجع نسمع موسى بس وما نسمعش للمسيح، ده عكس شهادة الآب، ده عكس إعلان السم. وليس للمسيح مخلصنا جميعا، فإن البشير ذكر بوضوح قوله: وحينما كان الصوت وجد يسوع وحده. هيركز على دي برضو. لذلك حينما أمر الله الآب من السحابة التي ظللتهم الرسل القديسين قائلا له اسمعوا، كان موسى بعيدا جدا. خلاص موسى بيتباعد وإيليا بيتباعد، ويظل الوحيد في المشهد ربنا يسوع له اسمعوا، ولم يروا إلا يسوع. يبقى ربنا يسوع مسؤول خلاصنا، ربنا يسوع هو معلمنا، هو راعينا، هو فدينا، ولا نسمع كلامه. وبالتالي لما قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، احنا هنمشي ورا اللي بيقوله المسيح له المجد، وضمنيا في أمور معتبرة: لا تقتل ولا تزني ولا تشهد بالزور، ما اتلغيتش. لكن تعليم المسيح اللي بياخدنا إلى شبه المسيح هو ده اللي احنا هنمشي وراه. لكن كان هناك المسيح وحده، لذلك فإياه وحده أمرهم الآب أن يطيعوا. وكأن القديس كيرلس شاف المشهد أن موسى وإيليا ابتدوا ينسحبوا في اللحظة اللي الآب بيقول هذا هو ابني الوحيد له اسمعوا، ابني الحبيب له اسمعوا، وبعدها لم يروا إلا يسوع وحده. فكأن مع انسحاب موسى وإيليا عشان يظل في المشهد المسيح والمسيح وحده، لأنه هو أيضا غاية الناموس والأنبياء. يعني كل الناموس والأنبياء كانوا بيشاوروا على المسيح، طب جه المسيح. احنا لا نبطل كلمة الله، لكن بناخد منها ما يشاور على المسيح والحياة المقدسة. لكن مثلا حرف الناموس، الأحكام والفرائض الحرفية بطلت في المسيح، لأنها كانت ظلال، كانت رموز، وده تعبير بيكرره كيرلس الكبير. فلما يجي الأصل، تيجي الحقيقة، تبطل الظلال والرموز. هو أيضا غاية الناموس والأنبياء. لهذا السبب صرخ بصوت عال لجموع اليهود: لو كنتم تصدقون موسى
لكنتم تصدقون كلامي، لأنه هو كتب عني. المسيح نفسه قال كده في يوحنا 5، قال موسى لو صدقتوه لازم تصدقوني لأنه هو كلم عني. لكن لأنهم استمروا للنهاية يحتقرون الوصية المعطاة بواسطة موسى الحكيم جدا، وبرفضهم كلمة الأنبياء القديسين استبعدوا بعدل وحرموا من تلك البركات. هم أساسا بيعندوا مع موسى والأنبياء، وإلا كانوا تابوا. هم قصات القلب، هم قتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، فهم اللي رفضوا موسى وإيليا وكل الأنبياء، طبيعي دلوقتي رافضين المسيح، لأن الطاعة أفضل من الذبائح والاستماع أفضل من شحم الكباش. هكذا قد منحت كل هذه البركات بالضرورة لكثير من اليهود، كما منحت لنا الآن نحن أيضا الذين قبلنا الإعلان الإلهي بواسطة المسيح نفسه. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، وأنبياء وأبرار اشتهوا يشوفوا اللي احنا بنشوفه. لإلهنا كل مجد وكرامة.